السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي بتسأل عن الستاند اهوت، انا قلت لكم انا هصوره لكم في حتة واسعة عشان تشوفوا الطول بتاعه. بص يا ست الكل، الحتة ديت اهي كده بتطول، انا هوريك الطول النهائي ليه عشان يبقى عندك تصور ليه وافهمك هو بيقف ازاي. اهو اهو شوفي دي اهي، دي طبعا الراس اهي، الموبايل بتاعي تقيل فانا ايه بشيلها لما اجي اصور او بحطها لما اجي اصور. شيء رفعنا دي كده تقفلي كده، لو انتي بنقفل كده ليه؟ عشان تثبتي الماسورة دي. طيب لو انتي الحاجة بتاعتك التليفون تقيل فانتي بتحطي على دي عشان دول يبقوا عراض من تحت، اهو ده يبقى عريض من تحت فيشيلك الموبايل بتاعك من فوق. خلاص فهمت النقطة دي؟ طيب عايزة ازود طول، انا عن نفسي انا بعمل، هقولك انا بعمل ايه. لما باجي ازود طول بفك دي يعني، وانت هتلاقيني ماسكه الموبايل بايدي دلوقتي، فدي مساوئ التصوير بالايد اهي. ادي اول رجل كبرت اهي، تعالى فك شد ده كده وقف. اقفل بقى دي الصمام ده واعمل الرجل التالتة واقفل. لا من هنا، من هنا نفس الرجل، اقفل دي كده وافتح اليمين اقفل. قوم ده كده بصوا اهو، بصي كده ابعد عنك شوية عشان تشوفي اهو كده، يبقى تخين كده، يبقى ماسك كده الطول بقى. طيب لو انا عايزة كمان مرة، انا ما بلزقش ما بلجأش للحتة اللي تحت ده لما تعمل ايه. انا كده بفك الرجل التانية، الرجل التانية بفكها. والرجل التالتة وبفكها كده برضو اهو. بص كده اهو، استنى لما احط ده اهو وسايات اهو. شفت الطول ده اهو، وده على الموبايلات التقيلة، يشيل موبايلات تقيلة حلو. خلاص انت فهمتي، انا ما بلجأش للرجول الرفيعة اللي تحت اللي تحت الا لما بقى عايزة طول اضافي، فانا ببين لك. طب احنا فاضل لنا، تعالى فك كده، فاضل لنا الطول الاضافي اللي هو الرجل الاخرانية. فك الرجل الاخرانية ايه، فك اهو اقفل كمان الاخرانية، فكهم بقى. ده الاخرانية اللي تحت ماشي، فك اقفل دي ده ده ليه؟ دي فيها رجل لسه، شد شد اقفل. الاخرانية انا عايزة بالراحة. ما تفتحش على طول، افتح عشان تبقى قد الاخرانية. ما بتتفتح اهي، ما تشدش ما تتشدش والله. شد يا بابا من تحت من حتة السمرة دي. ما شديتها، اقفل دي، لازم كل حاجه تفتحيها تقفليها عشان ما ياخدش الكاميرا بتاعتك ويقع. الاخرانيه بقى وقف، اقفل الصمام وقفه اهو. خلاص اقفل بقى بس كده، دول الثلاثه بقى وسع ما شفت لهم. انت شايفه بقى الموبايل بينهز في ايدي ازاي؟ شفت الطول؟ طب الطول انت مش عارفه تقدريه، هقول لك اقف جنب ال جنب ال ده. اقف كده نص عيل مثلا كده، مش عارفه نص فمي. فهمتني؟ فهو مش طويل يعني، هو جاب متر وشويه. خلاص فانا بعرفك الطول هيبقى مثلا كده، يوقفك مثلا هو طويل وحلو. مثلا لو واقف على البوتاجاز هيبقى قصير جنبك يعني نص كده، ما جي نص بالظبط اهو. ده الطول بتاعهم، واللي والحته اللي فوق دي بتتركب كده اهو، وتحط فيها الموبايل.
وتحطي الموبايل بقى وتظبطيه زي ما انت عايزه، مكان الموبايل اهو، وتظبطي الدنيا زي ما انت عايزه. هو عايز يبقى في بيئه مثلا زي دي، يعني ده لو حطيتيه هنا، لو انا حطيت عليه الموبايل التقيل، موبايل تقيل هيمسكه ويشيله مش هيقع بيه. اقول لك ليه؟ لان البيئه ترابيه تحت. لكن لو حطيتيه على سيراميك، على سيراميك او رخام او بلاط، اظن انه يزحلق من عليه. يعني انت لو بتصوري، انت لو واحده في الغيط، في ارض طينيه، في رمل، في كلام، هيمشي معاكي. لكن بتصوري على بلاط، على سيراميك، على رخام، مش هيبقى الرجول الصغيره اللي تحت دي مش ثابته، فعايزه حاجه تحتويه. فانا قلت لك الاول ايه، لو انت عايزه تجيبيه عشان رخيص يبقى تشدي التخين الاول، تفردي التخين والصغير ده اللي تجي له اخر حاجه اهو. جامد خالص. اتمنى اكون افدتك الفيديو الصغير ده. اي تساؤل على الستان اكتب لي في التعليقات تحت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.